مشكورة دكتورة، مشكورة. ونرحب بالأستاذة سارة الدختر، أخصائي تدريب من هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، تحدثنا الآن إن شاء الله عن أمن وسلامة الأطفال. أستاذة سارة، الميكروفون معك، تفضلي. أستاذة سارة معنا؟ رحيم، السلام عليكم. معكم سارة محمد السلام. من هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة. أتمنى أن الشاشة تكون واضحة عندكم. هي واضحة، بس لو تضغطي على كبسة الشو. أيوة اليوم تمام. بنتكلم عن أمن وسلامة الأطفال. طبعا بداية أحب أني أنا أرحب فيكم في المحاضرة هذه، وأشكر حضوركم الطيب واستماعكم، وأتمنى أنكم تستفيدون من هذه المحاضرة. طبعا بنتكلم اليوم عن أولا بنعطيكم مقدمة عن الهيئة، أيضا مقدمة عن الصحة والسلامة بشكل عام، وبعدين نتعرف على نواحي العناية بالأطفال من ناحية العناية الجسدية والعناية النفسية، وأيضا السلامة الرقمية للطفل. طبعا هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة تأسست عام 2014 بناء على المرسوم الأميري رقم 55 لسنة 2014، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. رؤية الهيئة هي الوصول إلى مجتمع آمن خال من الأخطار. رسالة الهيئة هي العمل على تعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال تطبيق أرقى معايير السلامة والوقاية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات. قيمنا هي السعادة والطاقة الإيجابية، الإبداع والابتكار، الجودة، المبادرة، القيادة والعمل الجماعي. والسعادة والطاقة الإيجابية ذكرتني قبل شوي في محاضرة الدكتورة، جزاها الله خير، كنت أتابع معاكم المحاضرة ووايد حبيت المحاضرة، استفدت منها. فالسعادة والطاقة الإيجابية ذكرتني في التأمل قبل شوي تتكلم عنه الدكتورة، جزاها الله خير، يعطيها العافية. طبعا الصحة شو هي؟ الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز. يعني الإنسان يوم يقول أنا يعني صحيح، أنا صحي، لازم يكون عنده ثلاث أشياء متكاملة. يعني تكون عنده صحة بدنيا، يكون سليم بدنيا، سليم عقليا واجتماعيا. نفرض أنه كان في عندنا شخص سليم بدنيا وأيضا اجتماعيا، عنده أصدقاء وأهله يحبونه، لكن عقليا عنده خلل أو عنده علة عقلية، فنقدر نقول يمكن أنه يمكن يعني صحته ناقصة، مش مكتمل صحيا. أيضا اللي عنده أمراض نفسية، هني ما يقدر يقول أنا إنسان صحي، لأن عنده مثلا مشكلة نفسية أو مرض نفسي لا سمح الله. فبالتالي أرجع أكرر، لازم هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا. الخطر، إذا جينا نعرف الخطر، يعني الحين أي شخص بيسألكم أو طفل يسأل ماما شو يعني الخطر، أو شو خطر، فشو بتجاوبونه؟ بتقولوا له مثلا السكين، الأدوات الحادة مثلا خطر، الأسلاك الكهربائية خطر. فالخطر بشكل عام هو أي شيء له احتمالية التسبب في ضرر، يعني أي شيء ممكن يسبب لنا إصابة، ممكن يسبب لنا ضرر، يعتبر خطر، سواء كانت الإصابة هذه بسيطة أو بليغة. فأنواع أو تصنيفات الخطر نقدر نصنفها في خمس تصنيفات، اللي هي الجسدية أو الفيزيائية، عندنا الكيميائية، البيولوجية، المتعلقة بمكان العمل، والنفسية. فيوم تي تشرح حق مثلا ياهل او طفل صغير، تقول له مثلا الادوات الحاده خطر، اذا انا اعطيته صنف من اصناف الخطر اللي هي الفيزيائيه اللي ممكن تسبب جروح او قطع او حتى الكسر، هذا بسبب خطر فيزيائي او جسدي. المخاطر الكيميائيه اللي هي المواد الكيميائيه اللي ممكن تسبب لنا اختناق، ممكن تسبب لنا تحسس. البيولوجية اللي هي
البكتيريا والفيروسات، يعني الميكروبات بشكل عام. وأكبر مثال لجائحة كورونا، جائحة كورونا تعتبر خطر من الصنف البيولوجي. متعلقة بمكان العمل اللي هي يعني مثل الجملة، متعلقة بمكان العمل، يعني أي خطر ممكن يكون في مكان عملي يصنف تحت المخاطر المتعلقة بمكان العمل أو بيئة العمل أو يعني طريقة العمل، نوعية العمل نفسه. النفسي هو ممكن يكون الضغوط، الضغوط النفسية، الضغوط في العمل، ممكن يكون التنمر أيضا من المخاطر النفسية. فأنا ما أعرف إذا هنا الشات فاتح ولا لا، إذا أقدر أشوف أجوبتكم. إذا بسألكم شو هي المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الطفل في المنزل، شو ممكن تكون المخاطر اللي يتعرض لها الطفل في المنزل؟ عندنا هنا الشات، في شات نعم، بس أحب أنكم تتفاعلون معي، وأحس أنه يعني عندي المستمعين وحابين يشاركون. يمكن الشات ما يشتغل هنا. تمام، ففي عدة مخاطر في المنازل ممكن أن هي تسبب للطفل ضرر أو إصابة. فنتكلم أولاً عن العناية الجسدية. الحين الطفل، أطفالكم في المنزل طبعاً مش كلهم في نفس المرحلة العمرية. عندنا مثلاً حديثي الولادة، الرضع، عندنا مثلاً اللي هم في المرحلة الابتدائية، عندنا اللي هم في الكيجي، عندنا اللي في الإعدادية والثانوية وهكذا. ففي كل مرحلة بتلاحظون أن المخاطر ممكن أن هي يعني تتطور أو ممكن تختلف. فبالنسبة لولي الأمر يكون الشيء مثل تحدي، يعني تحدي جديد. أول ما حديث الولادة ينولد الأم تخاف عليه من مخاطر اللي هي إصابات مثلا الاختناق، إصابات مثلا السقوط من علو، يعني من السرير، مخاطر مثلا أول ما يبدأ يمشي، مخاطر الانزلاق، خطر إنه مثلا يلعب بمواد حادة أو يعني يضرب راسه في مكان حاد. وبعدها يعني في كل مرحلة بتحصل أن في مخاطر تزيد على الطفل هذا. فبنتكلم عن الناحية الجسدية. أولاً الوقاية من خطر السقوط والتعثر. فأول نصيحة نقول أن لحديثي الولادة يفضل أن نحن نغير حفاظاتكم عزكم الله في منطقة مخصصة للتغيير، مثلاً على الأرض أو على طاولة خاصة بتغيير الحفاظات تحتوي على حاجز لمنع السقوط. وما أترك الطفل أبداً أبداً على الكرسي أو على الطاولة أو أي مكان مرتفع بمفرده ودون إشراف. يعني أحاول أن أخلي أغراضه كلها اللي بستخدمها في مكان معين ومخصص، عشان ما ألف عن الطفل أو أخليه وأخذ الغرض وأرجع مرة ثانية. ثاني شيء نقدر نقول أن استخدام حزام تأمين الطفل في المقاعد المرتفعة. أحيانا يصيرون مثلا المطاعم أو أيوة في المطاعم يعطونكم كرسي خاص بالأطفال، يكون الكرسي هذا فيه حزام ويكون مصمم بطريقة معينة عشان الطفل يكون مؤمن، عشان أنه ما يطيح. فنفس الشيء في البيت نحاول أن يعني الطفل يكون عنده حزام مثلا في مقعده. واتوقع يعني كل حد اتوقع يشتري اليلاسه يسمونها، اللي الطفل يلس عليها فيها تواير. فحتى هذه ممكن ان هي تكون خطر، مثلا اذا كان باب الصاله مفتوح والطفل هذا توه يعني يحرك ريوله يبغى يمشي، فيتحرك ويطلع من الباب ولا سمح الله ان يطيح من مكان مرتفع مثلا الدرج او السلالم. ايضا الحفاظ على النظافه العامه لتفادي التعثر. مثلا عند الطفل توه بادي يمشي، فاحاول ان الممرات عندي في البيت، حتى الاماكن اللي يتواجد فيها الطفل، ما تكون مكدسه مثلا بالاغراض، او اني انا يعني اخزن اغراض في الممرات،
أو حتى يعني الطاولات اللي هي تكون حادة أحاول إني أنا أشلها. وطبعا بديهيا كل أم أول شيء تسويه أول ما الطفل يمشي تشوف شو الأشياء اللي ممكن يمسكها وتسبب له ضرر وتشلها. فأيضا نتكلم عن إبعاد الأثاث عن الشرفات لتفادي تسلق الأطفال وسقوطهم. يعني إذا عندي مثلا بلكونة، إذا كنت مثلا في الطابق الثاني أعيش أو ممكن أعيش في شقة، أحاول أن الأثاث أبعده عن البلكونات، أبعده عن أيضا اللي هي الدرايش اللي ممكن تفتح أو يفتحها الطفل، وما انفضوا لهم أنهم مثلا يشوفون برا أو يطالعون برا يسقطون عن علو. أيضا وضع بوابات الأمان في أعلى وأسفل الدرج، ممكن أن هي تقي الطفل وتحافظ عليه من خطر السقوط من المرتفعات. فأيضا بنتكلم أو براويكم فيديو عن خطر سقوط الأثاث. وممكن في ناس تقول لا يعني هاي الحوادث ما تصير ومستحيل وكيف، سبحان الله، يعني ما تعرفون الأطفال كيف فيهم فضول، فيهم فضول إنه يعرفون شو في السدد، فيهم فضول إنه يكتشفون شو فوق المكتبة هذه. وبعضهم يعني عندهم الجرأة والشجاعة إنه يتسلق المكان هذا، ولا سمح الله تصير حوادث مثل هذه. وطبعا صارت مثل هذه الحوادث وصارت إصابات بليغة، ونحن نقدر يعني نتفادى ونتجنب هاي الإصابات بأمور بسيطة نحن نقدر نطبقها عنا في المنزل. فنشوف معاكم الفيديو هذا، بس بخليه بدون صوت أو بقصر على الصوت شوي. فهذا مثال على بعض الحوادث اللي صارت بسبب تسلق الأطفال على الأثاث. فشوفوا الطريقة، يعني شوفوا الوزن اللي طاح على الطفل هذا ممكن يسبب له إصابات بليغة أو حتى لا سمح الله وفاة. فكنا نتكلم عن خطر السقوط من الأثاث. فبس بغيت أراويكم آخر شيء شو ممكن نسوي عشان إن نحن نتفادى مثل هذه الإصابات أو هذه الحوادث. بتحصلون في سوبر ماركتات أو حتى إيكيا هذه المعدات البسيطة اللي نقدر نحن نحطها في من خلف الأثاث بهذه الطريقة مثل ما تشوفون في الفيديو، ونتجنب الحوادث هذه. حتى التلفزيون نفسه، حاليا التلفزيون يتركب نحن عندنا كلنا تقريبا على الجدار، بس إذا ما كان على الجدار وكان على المكتبة مثلا أو على رف فيثبت بالطريقة اللي تشوفونها في الفيديو. جدا سهلة وبتوفر علينا وايد، يعني الواحد ما يستصغر هذه الأمور البسيطة، لأن هذه الأمور البسيطة ممكن تحمي أطفالنا من مخاطر كبيرة وإصابات كبيرة نحن في غنى عنها، وفي غنى عن أن نحن وقتنا وجهدنا وتعبنا يعني يروح عليها. فهذه أحد المخاطر. أيضا الوقاية من خطر الاختناق، إبقاء الطفل بعيدا عن متناول الأشياء الصغيرة. مثلا يوم ناخذ ألعاب حق الأطفال لازم نعرف اللعبة هذه تناسب أي عمر بالضبط، وإذا كان فيها قطع صغيرة مثلا الحين البنات نحن ناخذ لهم هذا الخرز اللي يسووه السلاسل مثلا، هذه اللي على السوارة اللي على اليدين. فحتى إذا أخذت لها هذا وكان يناسب بنتي مثلا اللعبة هاي كانت تناسبها، بعد أخليها تلعب تحت المراقبة عشان أتفادى أن ممكن تصير حالات اختناق. مثلا أيضا النقود المعدنية والليجو، مثلا بمجرد أن يبدأ الطفل بتناول الطعام الصلب يجب تقطيعه إلا قطع صغيرة. يعني حتى العنبة اللي هي العنب الصغير يكون، حتى العنب يقولكم لازم تقصونه على الأقل من النص أو أرباع للطفل اللي توه بادي ياكل. إبعاد حبال الستائر عن متناول الأطفال. حاليا تشوفون ما شاء الله يعني الدنيا تطورت، الستائر صارت حتى بالريموت كنترول ومش لازم يكون عندنا حبال، لأن هذه الحبال
نحن نشوف أنه يعني شيء بسيط جداً واحتمالية حدوث الحادثة هذه ضئيلة جداً، لكن يوم تحدث الحادثة هذه نتيجتها كبيرة مش ضئيلة، نتيجتها ممكن تسبب إصابات كبيرة أو لا سمح الله فقدان في الأرواح، فنتجنبها أيضاً. هذا مثال على خطر الاختناق اللي هو مثل ما قلت لكم قبل شوي الستاير أو حبال الستاير. فبهذه الطريقة يعني طبعا مش طفل بهذا الحجم أو بهذا العمر، لكن الأطفال اللي مثلا توهم بادين يمشون أو يتسلقون أو يكتشفون ممكن أن يقومون بحركات غريبة بدعوى يعني الفضول، وتصير عندنا حوادث ما لها داعي. ممكن أنا يعني أستخدم مثل هذه الستاير أو اللي بالريموت كنترول. الوقاية من الغرق، أنا أحاول شوي أمشي وياكم أعزائي بشوي بشكل سريع عشان بس الوقت. الوقاية من الخطر، من خطر الغرق عفوا، البقاء مع الطفل طول فترة بقائه في الحمام. هل تعرفون أن حتى ارتفاع الماء إذا كان 5 سنتيمتر ممكن يسبب غرق أو اختناق للطفل؟ نعم، ممكن يسبب غرق واختناق للطفل لا سمح الله. فأنا ما أخلي أبدا طفلي في الحمام عزكم الله وقت السبوح لوحده، حتى إذا قلت أنا بروح أجيب يعني أجيب شيء شامبو أو أي شيء من برا وأرجع مرة ثانية، ثواني بس أو دقائق بس ممكن تسبب كوارث. فيوم أي مثلا أقول إن مثلا أنا عندي وقت معين يوميا حق وقت السبوح، في قبله لازم أجهز كل شيء يكون عندي في الحمام، وعشان ما أطلع من عند الطفل خلاص أكون عند الطفل طول الوقت. تغطية الأوعية أو الحاويات التي تحتوي المياه، طبعا الحين بقولكم قصة على السريع صارت في الدولة بعد، ما أذكر أي إمارة لكن صارت مثل هذه الحادثة. كان في طفل بعمر تقريبا يمكن 4 سنين، نقدر نقول 3 و4 سنين، ما أتوقع 3، يمكن 4 سنين، ما أدري كم العمر، لكن هو كان طفل صغير. فالطفل هذا كان يلعب في حو البيت، في حوش البيت، طبعا حوش البيت مسكر، فعساس أن العائلة مطمنة أن الطفل هذا في أمان، يعني يلعب في حدود المنزل مش برا البيت. فالخدامة كانت حاطة حاوية أو وعاء تحت المكيف برا في الحوي، فيجمع الماي هذا كامل. الطفل هذا شو سوى؟ كان في فضول، فكان يطالع داخل الوعاء هذا وطاح فيه. نحن عندنا المقدرة يوم نطيح إن نحن نشل عمارنا يعني ونرد توازننا مرة ثانية، لكن الأطفال ما عندهم هاي الميزة، يعني ما يقدر يشل نفسه، ما يقدر يشل راسه. في معلومة أتوقع ما بقولها لأني متأكدة منها، بس إن وزن راس الطفل ممكن يكون أكبر وزن في جسم الطفل، فالطفل حتى ما عنده المقدرة إنه يقوم نفسه بنفسه إذا طاح في هذه الحاوية أو هذا الوعاء. فلازم يكون عندنا إشراف دائم على الأطفال حول تجمعات المياه، حتى إذا هم يلعبون في حوش البيت أنا يعني لازم أكون 100% متأكد إن حوش البيت سليم وإن في رقابة على الأطفال. طبعا إذا عندنا مسبح في البيت لازم نتأكد إنه مغلق، إن المداخل إلى هذا المسبح مغلق، ما أسمح بوجود الأطفال في هذا المسبح إلا وفي حد يشرف عليهم، في حد يراقبهم. فنشوف بس عن خطر الغرق بالنسبة للأطفال اللي هم تحت السنة أو السنة. Guard down around other hazards such as bathtubs, buckets, toilets, and other water-bearing containers. A child can drown very quickly in only inches of water. Bathtubs account for the highest percentage of in-home drowning deaths. The majority of bathtub deaths and accidents occur when the caregiver is not present. Always keep a baby at arm's reach. Never leave a child alone in a bathtub.
not to answer a phone. فمعظم حوادث الغرق بالنسبة للأطفال تحدث في حين عدم وجود الوالدين في نفس المكان في أثناء سبوحهم. Baby bath seat, no matter how safe. حتى هذه الكراسي اللي ممكن نحن نستخدمها ممكن تكون خطيرة. ليش؟ لأن هي قابلة للانزلاق، فما اعتمد عليها على هذه الكراسي. هذه الأوعية اللي تكلمنا عنها، الحاويات، فتشوفون بهالطريقة كيف الطفل يطلع، ما يقدر يطلع. فبعد عملية التنظيف إذا كنت استخدمها أحاول أني أنا أفضيها من الماء وأحطها في مكان آمن. حتى المرحاض عزكم الله أحاول أني أنا أسكره، وفي معدات صغيرة مثل ما سيفتي أقدر أني أنا أركبها إذا أنا أعرف أن طفلي مثلا يدخل الحمام، أو بالطريقة لنفس الفيديو حاطين قفل على الحمام من برا. أيضا بنتكلم عن الوقاية من خطر التسمم. تخزين الأدوية في مكان مقفل وعالٍ بحيث تكون بعيدة عن تناول ونظر الأطفال. أحب أنوه وأرد أكرر، الأدوية خلوها في مكان خاص فيها ما يقدر الطفل أنه يوصلها. ليش؟ لأن الطفل على باله أن هذه حلويات أو يعني حلاوة ممكن أنه يأكلها، ما يعرف أن هذه أدوية ممكن تسبب له تسمم، ممكن تسبب له مضاعفات. فأيضا تخزين مواد التنظيف في مكان عالي بحيث تكون بعيدة عن الوصول. وإذا ما قدرت أني أنا أخزنها في مكان عالي، إذا أقدر أحط مقابض الأمان على الأبواب، أبواب الخزانة المنخفضة، وأتأكد أن فوهات العلب وأغطيتها مغلقة بإحكام في حال عدم استخدامها، وما أحط مواد التنظيف أبدا في عبوات غير عبواتها الأصلية. يعني أي أحط مثلا، خاصة العمالة المساندة الله يهديهم، يعني ما عندهم هم هذا الوعي، لكن نحاول نحن نوعيهم بنفسنا. مرات يحطون في علب الماي، دبب الماي مالت مسافي أو مالت العين أو أروى أو زلال، أيا كانت يعني علبة المياه هذه يحطون فيها كلوركس. الكلوركس هذا لونه شفاف، يعني لونه نفس لون الماي. الشيء الوحيد اللي يميزه عن الماي ريحته. فنحن كناس بالغين نقدرنا نحن يعني نشوف الفرق. ومرات حتى ما يصير هذا الشيء، وصارت في أحد المصانع أتوقع أحد العمال خذ دبة الماي، شاف إن فيها ماي، خذ الدبة هذه وفتشها وشربها، شربها لأنه كان مستعي العطشان. بعد ما شربها اكتشف إن هي أصلاً مش ماي، كانت مادة كيميائية شفافة، فاضطر إنه هو لازم يروح المستشفى وغسيل معدة وما إلى ذلك. فما بالكم إذا الكبير البالغ ممكن إنه يلخبط أو يخربط في هذه المسألة. أكيد الأطفال أيضاً ممكن يعني يمرون بنفس المواقف هذه. فأبداً ما أحط عبوات أو مواد التنظيف في عبوات غير عبواتها الأصلية. نتكلم أيضاً عن الوقاية من خطر الحرائق المنزلية، أنه لازم نركب أجهزة إنذار الحريق في كل مستوى من المنزل وأتأكد من صيانتها الدورية. أطفئ جميع الأجهزة الكهربائية التي يمكن أطفائها قبل الخلود إلى النوم، وأسكر كل البيبان لاحتواء الحرائق المحتملة. أدرب أيضاً الأطفال على كيفية الإخلاء في المنزل في حال حدوث حريق. أيضاً أبعد أي يعني مواد قابلة للاشتعال عن أيدي الأطفال، والمواد هذه طريقة تخزينها لازم يعني أتأكد أني أنا مخزنينها بطريقة صحيحة، ما تكون مثلاً تحت أشعة الشمس، ما تكون في درجات حرارة عالية، ما تكون يعني قريبة من اللهب. فهذه كلها يخصها في التخزين أيضاً. أما عن تدريب الأبناء، يعني حين لو أسأل كم شخص أو كم عائلة عندنا حين موجودة مدربة أبنائها على كيفية الإخلاء من المنزل؟ يعني ما أبغي أظلم وأقول محد، لكن الأغلب ما عندهم خطة أو مش مدربين أطفالهم
على أو أبنائهم على كيفية الإخلاء من المنزل في حال حدوث حريق. لازم مثلا نحن ما نتفاول، بس نقول أنه ممكن يعني تخيلوا أسوأ السيناريوهات اللي ممكن تصير عشان بس تتفادون النتائج اللي ممكن يعني تنتج عنها، عن هذه الحوادث. فمثلا أجلس مع أبنائي أقول لهم يعني يا عيالي لا سمح الله صارت حالة طارئة في البيت، لازم تعرفون شو رقم الشرطة أو شو رقم الدفاع المدني، حد منكم عارف إنه، وتخبرونهم. حتى العمالة المساندة أحاول إني أنا أوعيها، أقول لهم يا عيالي مثلا صارت عندنا حريقة في البيت، وين ممكن أنكم تطلعون؟ يعني أخليها مثلا مثل اللعبة، حد بيقول بطلع من هني وحد بيقول بطلع مني، وأجلس أنا أصحح فيهم، أقول لهم لا إذا صار شيء لا سمح الله اطلعوا من البيت، من مثلا الباب الفلاني، إذا هذا الباب ما تقدرون تطلعون منه تطلعون من المخرج الفلاني، تتجمعون كلكم مثلا في بيت أبو عبد الله ياركم مثلا. ليش نتجمع في مكان واحد؟ عشان نكون متأكدين إن ما حد تم في البيت. لازم تكون عندنا نقطة تجمع أيضا يوم أي أدرب أبنائي، ما أخلي هاي النقطة وايد قريبة من البيت، إذا مثلا لا سمح الله في حالة طارئة في البيت أنا ما أقدر أخليهم عدال الخطر، قريبين من الخطر. مثلا أقول لهم سيروا بيت يارنا الفلاني، ولازم يعرفون أرقام الطوارئ. نتكلم أيضا عن الوقاية من خطر حوادث وسائل النقل. أتمنى أنكم مركزين وياي، أدري أني أنا أمشي شوي شوي يعني بشكل سريع، لكنها معلومات ممكن البعض يعرفها لكن الذكرى تنفع المؤمنين. نستخدم مقاعد الأطفال المخصصة لهم في السيارات أنه يكون مناسب لطول الطفل ووزنه، أتأكد أن المقعد هذا مركب بشكل صحيح في السيارة وأن الطفل هذا مثبت بحزام الأمان. يعتبر وضع طفل في مقعد السيارة الأمامي أمراً غير قانوني وخطر. أرجع أكرر، الأطفال مكانهم في السيارة مش في الأمام، مكانهم وراء، مكانهم مش في الأمام. حتى إذا قلت أنا لا أنا بيلس وبحط الياهل قدامي، ممكن يعني أيوة ممكن الخطر شوي يقل، لكن لا سمح الله صار حادث منو بيكون في الواجهة؟ يكون الطفل في الواجهة. فأرجع أكرر، مكان الأطفال في السيارات مش المقعد الأمامي. يجب التأكد من عدم وجود الأبناء في الخارج عند تحريك السيارة. أخلي مثلا أماكن اللعب في حوش البيت بعيد عن باركنات السيارة، بعيد عن أماكن السيارات. عدم ترك الطفل في السيارة وحده، طبعا شفت وايد على قنوات الإمارات، مثلا أتوقع قناة أبوظبي أو قناة الإمارات، كانوا يحطون أفلام توعوية قصيرة عن ترك الأطفال في السيارة وحدهم، وطبعا ما صار هالشيء وما صارت هاي المبادرات وهذه الأفلام إلا لأن يبون ينشرون الوعي، وإلا لأن يبون يتفادون مثل هذه الحوادث اللي هي يعني مثل ما تقولون تؤلم القلب. يعني إذا نحن ناس ما نعرفهم سمعنا أن مثلا نسوا طفلهم داخل وتوفى، نحن قلوبنا تعورنا، فما بالكم أهل الطفل نفسه. فنرجع يعني نقول تأكدوا أن أطفالكم مثلا مش ناسين أنكم شالين أطفالكم معاكم. ما خلي الطفل داخل في السيارة وأقول أيوة أنا نزلت الدريشة شوي يقدر يتنفس، لا، حتى لو كان في الشتاء ما أخلي الطفل وحده في السيارة. طبعا هذه المقاعد اللي تحدثت عنها قبل شوي، مقاعد الأطفال. طبعا لكل مرحلة عمرية مقاعد مخصصة لها، فأنا بحاول أختصر الحين. مثل ما تشوفون مقاعد الرضع مواجهة تكون للخلف، ومثل ما تشوفون في الصورة شكلها هذا. لاحظوا كيف مثبتة بأحزمة الأمان، هذه الكراسي كلها مثبتة بأحزمة الأمان، غير أن الطفل أيضا داخل المقعد مثبت بحزام أمان. هذا للأطفال اللي شوي يعني كبروا في السن، مثل العمر اللي تشوفونه، أتوقع هذا عمر سنتين، سنة ونص. فعند بلوغ الثانية من العمر وعندما يكبر الطفل على مقعد السيارة المواجه للخلف بالوزن والارتفاع، مرات يكون عندنا الطفل وايد صغير ضئيل، أنا ما أقدر أني أنا يلسى على هذه المقاعد، فأنا
أشوف شو وضعي مع طفلي وأختار المناسب له لحجمه. فمثل ما تشوفون هذا المقعد مخصص للأطفال اللي شوي أكبر عن حديثي الولادة، والمقاعد هذه مثل ما تشوفون للأكبر سنا، يعني يوصل عمر الطفل مثلا 4 5 6 سنين ألبسه أو أحطه على هذه الكراسي. ليش أحطه على الكراسي؟ أقول خلاص يعني هو كبر ما له داعي، بس بلبسه حزام الأمان. فبس معلومة قبل ما أكمل، يقول لكم أنه يقل احتمال إصابة الأطفال الجالسين في المقعد الداعم. المقعد الداعم اللي هو مثل ما تشوفونه يكون تحته في المقعد الخلفي للسيارة بنسبة 45 في التصادم من الأطفال الذين يستخدمون فقط حزام الأمان. ليش؟ لأن حزام الأمان المفروض يكون بهذه الطريقة، يكون عند الكتف. حزام الأمان يعبر الجزء الأوسط من عند الكتف، والحزام السفلي يكون على الفخذ العلوي أو الورك وليس على المعدة، يعني مش بهذه الطريقة اللي في الصورة هذه. شوف الصورة هذه كيف الحزام يكون وايد قريب من الرقبة، والحزام العلوي، الحزام السفلي مرتفع للغاية على المعدة. فتتخيلي يوم تدحون بريك أو مثلا بتوقفون السيارة فجأة، شو وضع الطفل ورا؟ مسكين يختنق من الحزام هذا. فعشان شي أقول لكم إن لازم نستخدم المقعد الداعم اللي مثل ما تشوفونه في الصورة هذه، يكون الحزام واصل عند الكتف وما يكون على بطن الطفل هذا. طبعا بنخلي النشاط كان نتعرف على المخاطر اللي موجودة هنا، مثل عندنا مخاطر الكهرباء، مخاطر الاحتراق هني، بنتكلم عن العناية النفسية. طبعا أن ينشأ الطفل ضمن عائلة تتمتع باستقرار نفسي ويكون توزيع الدور بين الأم والأب واضح في داخلها، عشان تكون الصورة الذاتية لديه مستقرة، خصوصا من عمر 0 إلى 5 سنوات، حيث أن شخصيته تتكون. في حد يقول لا، الطفل ما يلاحظ هاي الأشياء يوم يكون صغير. بالعكس، تتكون شخصيته من 0 إلى 5 سنوات، يبدأ يلاحظ ويعرف ويفهم من هذا العمر. فلازم أن أنا يكون عندي توازن في البيت عشان نفسية الطفل داخل تكون متوازنة، شخصيته تكون متوازنة، أن تكون المدرسة اللي يتعلم فيها مؤهلة لتعليمه كيفية التواصل بالشكل السليم عبر تزويده بالمقدرة على المعرفة والتطور والتواصل الاجتماعي الصحيح. الحين كلنا يوم بني نحط عيالنا في المدارس، بني ندرس شو هي المدرسة، يعني نطالع مدرسة مدرسة ونشوف أي وحدة مناسبة لطفلنا، وهذا الشيء الصحيح. تنمية قدراته الذهنية والذاتية عبر اللعب الذي له أهمية بالغة جدا في تعليمه المبادئ الحياتية الهامة. فيوم نقول عبر اللعب، إحنا الحين ما نقصد مثلا البلاي ستيشن أو الفيديو جيمز، صحيح ممكن نخليهم يلعبون الفيديو جيمز، لكن المناسبة لأعمارهم، ونحاول أن نخليهم يلعبون الألعاب اللي فيها حركة، يعني مثلا الليجو، التركيب، الرسم، حط الصورة مثلا مع الكلمة، مثلا كنا نلعب قبل هذه ورقة مقص، وكنا نلعب اسم جماد حيوان بلاد، تتذكرون؟ هذه كلها نمت من قدراتنا الذهنية والذاتية عبر اللعب. فنفس الشيء أطفالنا الحين، صح أن تطورنا وفي تكنولوجيا ويعني وايد أشياء تغيرت، لكن نحن نواكب هذا التغير بالتصرف الإيجابي، بردة الفعل لهذا التطور الإيجابي. فبراويكم بعدها فيديو. أيضا يوم نتكلم عن العناية النفسية، نقول أنه يترك للطفل حرية التعبير عما يجول في خاطره ونفسه، مش شرط أن اللي يقوله الطفل صحيح أو غلط، ممكن يعني بس يعبر عن ما بداخله، ما أي أقول له لا يعني أسكته أو أخليه يعني خاف أنه يعبر عن نفسه، لأنه بينحكم عليه، يعني أمه يمكن تقول لا أنا مو بزين، ولا أنا ليش شي أفكر، لا أخليه يقول اللي في خاطره، عشان أنا بهالطريقة بفهم طفلي شو فاهم، بفهم طفلي شو الأفكار اللي تجول في باله. فنخليهم ما يكبتون هذه الأمور اللي يفكرون فيها.
فهذا هو. وأيضا أن لا يتم تعريضه للعنف المعنوي اللي هو اللفظي، ممكن يكون لفظي وممكن يكون جسدي، الأول لا يقل أهمية عن الثالث، لأنه يبقي الطفل أسير بتلك الألفاظ والتعابير. مثلا لا سمح الله أنت كسلان، أنت ما تنفع بشيء، أنت ما تقدر توصل، أنت مثلا غبي، عفوا على هذه الكلمات، لكن ممكن تصير في بعض العائلات، ليش أنت تشي كسلان، ليش أنت تشي كل ما تنفع بتسوي شيء، بدل ما أقول له لا ليش أنت كسلان بقول له حبيبي تعال أنا بساعدك، شو اللي مفاهم منه؟ أيوة صح، يمكن أنت ما تعرف هذا الشيء، أنا بخبرك كيف. أنت تقدر توصل، زين تقدر توصل، بس يمكن الطريقة اللي استخدمتها أنت مش صحيحة، خلنا نجرب طريقة ثانية. ففي أساليب ثانية أنا ممكن أنا أشجع طفلي بها. في ناس ممكن يقولون لا هاي الطرق هي مناسبة، أنا تشي بشجعه بهاي الطريقة. لا، مش بهذه الطريقة تقدر تشجع، لأن الطفل مش نفس الشخص البالغ. انت الحين حتى لو كلمت الشخص البالغ وقلت له كلمة بيقول لك ليش تقول لي هالكلمة، ممكن تأثر حتى على نفسيته، ممكن حتى ما يكلمك فترات، فما بالك الطفل، أكيد الطفل بتحز في خاطره. لازم نقدم المساعدة الكافية للطفل من أجل اكتشاف قدراته ومواهبه، مما يمنحه ثقة عالية بالنفس. يوم أشوفه مثلاً وايد أوكي في الرسم، أو ما شاء الله عليه بادي يستخدم آلة موسيقية، ما شاء الله أنا أشوف طريقة مثلاً حلوة، أنا هني أشجعه وأخليه ينمي هاي القدرات اللي عنده والمواهب، لأن بهالطريقة هو يعني ثقته بنفسه بتكون عالية، ويمنح الاستقلالية والتعبير عن آرائه بحرية دون الاضطرار لمزاولة رياضة مثلا معينة أو أمر معين عشان والده. مثلا لا أنت لازم تلعب كورة، لازم تلعب كورة لأن أنا أحب الكورة، زين يمكن هذا الطفل يحب يعزف بيانو، يمكن هذا الطفل يحب مثلا يصنع أشياء، فليش أنا ألزمه بشيء وهو مثلا اهتمامه أو رأيه في شيء ثاني؟ فيجب أن لا يكون الطفل مرتبط في آرائه، يعني بآرائه بأحد، يعني مثلا أنا بلعب كورة لأن بابا يحب، أوكي إذا هو يحب هذا الشيء يحب يلعب كورة، وأيضا عشان أن والده يحب الكورة حلو، لكنه هو يكون مجبر، هنا نقول لا نخليهم يعني عندهم حرية شوي. التعامل مع الطفل وفقا لمبدأ الثواب والعقاب الذي يعطيه القدرة على معرفة الحدود التي يجب أن يقف عندها ولا يتخطاها. فهني مبدأ الثواب والعقاب أيضا ينقسم إلى قسمين، ممكن يكون عفوا يمكن يكون مبدأ الثواب والعقاب ظالم مرات، لكن نحن نحاول نستخدم المبدأ الصحيح. مثلا هو كل يوم يطلع مع، مثلا كل أسبوع يطلع يلعب مع أصدقائه في الحديقة الفلانية، فهو سوى شيء غلط أو شيء كبير، هنا أنا بقول له لا ممنوع تلعب مع ربعك الأسبوع هذا إلين ما مثلا تصحح الغلطة هذا، ولين ما تتأسف. بهاي الطريقة أنا عاقبته، لكن يعني بتحضر نقدر نقول. ولازم أفهمه سبب العقاب، يعني مثل ما قلت لين ما تصحح خطأك هذا اللي سويته، لين ما تعتذر مثلا من أختك، هني أنا بخليك تسير، فأنا فهمت هني شو السبب. ويوم يسوي شيء وايد زين أقدرني أنا أكافئه. التعاطي الإيجابي أيضا يعتبر من أهم المبادئ التي تجعل الطفل شخص قادر على تخطي المشاكل والعوائق بسبب قدرته على النظر بإيجابية حتى في أعظم المشاكل والصعوبات، وهذا ما يساعده على تخفيف الضغط عن نفسه. يعني أحاول أكون معاه إيجابي، مثل ما قلت قبل شوي ما أقول له مثلا أنت ما تقدر، أنت كسلان، أقول له لا شو يعني بالطريقة الإيجابية اللي الكل يعرفها. توعية الطفل وتعليمه باحترام جسده وأجساد الآخرين مما يجعله قادر على حماية نفسه من أي أذى يمكن أن يتعرض له عن طريق الرفض، والدفاع عن ذاته والتبليغ عن الأمر الذي يخفف الضغط عنه. طبعا أيضا السلامة الرقمية لازم ننتبه لها، وأن نخبرهم عن شو ممكن أنتوا تسوون، أن ما تصدق الخدع هذه، لازم تحمي أسرارك،
استخدم الإنترنت بلطف، استخدمها لنشر الطاقة الإيجابية، لا تكتب كومنتات مثلا يعني بتحس إنها ما لها داعي أو إنها ضارة أو إنها يعني ممكن تسبب ضرر لأشخاص ثانيين. ففي عندنا هني أبطال الإنترنت، طبعا مقدم من جوجل. إذا بتدخلون جوجل كتبتوا أبطال الإنترنت بتطلع لكم وايد أشياء حلوة ممكن تستخدمونها حتى حق أطفالكم عشان تزيدون الوعي عندهم بهاي النافذة. فهذه مثل لعبة توعوية مقدمة من جوجل، تقدرون تدخلونها وتشوفون شو ممكن تستفيدون منها لأطفالكم. طبعاً عنا وضعت وزارة الداخلية الخط الساخن اللي تشوفونه على الشاشة لحماية الأطفال وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف. الاعتداء ممكن يكون جسدي، ممكن يكون لفظي، كما تتوفر عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق الموقع موقع مركز الوزارة لحماية الطفل. بالإضافة إلى ذلك أطلقت الوزارة تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية والمتوفرة على منصتي أندرويد وآي أو إس. قبل ما نختم حابة أني أنا أراويكم بس فيديو. الفيديو هذا شفته، السلام عليكم، لا شفته عند في السعودية مسوينه. ولا هذا هو، اتوقع هذا. واضحة الشاشة عندكم صحيح؟ واضح الفيديو ولا احس انه مش واضح؟ لا ما في فيديو. ما ايوه خل اشوف الشير. تمام هذا هو الفيديو. أتمنى أنتم استفدتوا من العرض هذا، من المحاضرة هذه، وأتمنى أني أنا ما أطلت عليكم.
وشكرا على حضوركم الطيب واستماعكم. شكرا. كل الشكر أستاذة سارة من هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، يعني قدمت لنا ورشة بعنوان أمن وسلامة الأطفال. شكرا أستاذة سارة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في لقاءات أخرى، ونعتذر عن الإطالة، وتصبحون على خير. في أمان الله. يعطيكم العافية، مع السلامة. يعافيك، في أمان الله.